السلام عليكم ورحمة الله يا أخوان، بدرس جديد من الـ SMC ICT. أوكي، اليوم رح نحكي عن الـ BPR أو Balanced Price Range، أوكي، وأهميته. طبعا هي أهميته تعتبر أقل من الـ Fair Value Gap، ولكن ممكن يكون منطقة جدا جميلة للتداول لو لقيناه في المنطقة الصح، وخصوصا بعد الترتل سوب اللي رح أشرح لكم إياه بإذن الله، و بعد ضرب السيولة. خلينا نحكي تمام يا اخوان. طبعا هذا الفيديو برعاية منصة اكسنس، من افضل المنصات بالسحب والايداع وتداول الفوركس و السلع. كمان عندكم النفط والكريبتو كورنسي. تمام يا اخوان، خلونا نبلش الفيديو ما نتأخر. بسم الله. طيب، اول شيء البي بي ار شو هو؟ انا عندي مثلا اتجاه، خليني اشرح لكم اياها بشكل بسيط. عندي اتجاه هابط، السعر تم ضرب سيولة وصعد بقوة، دخل صانع سوق، وقت النزول شكل لي فير فاليو جاب، تمام، اللي هي أنا بسميها شمعة النهاية. يعني بتلاقي الاتجاه هابط وضرب شموع قوية جدا، يعني في المنطقة الغلط، يعني عم ينزل في المنطقة الغلط. عندك سبورت قوي جدا، اوردر بلوك قوي جدا، وبتلاقي السعر كسره بشموع زخم عالي وعمل فير فاليو جاب او امبالانس، في شيء مو طبيعي. فهذا بيدلك انه دخل صانع سوق وبيعكس الاتجاه كذلك الامر بقوه. فلما يعكس الاتجاه بيعمل شيء اسمه بي بي ار. هذا البي بي ار ممكن يكون انه نقطه ارتكاز لا يرجع يصعد منه السعر. طبعا هذا هو بالصوره موضح، ورح اورجيكم اياه على التشارت بشكل طبيعي على الذهب. تمام، انا حددت منطقتين، تمام، اللي هن مثلا انا عندي اتجاه، شوف الاتجاه العام صاعد وبلشنا ندخل في موجة تصحيحية. شوف السعر هون بعد ما تم ضرب السيولة بهي المنطقة يا اخوان، شوفوا يا اخوان، تم ضرب السيولة، هي السيولة تم ضربها، عندي اوردر بلوك بهي المنطقة وعندي قمم سيولة هون. يعني السعر منطقيا لو بده يكمل اتجاه الهابط كان ضرب سيولة هاي المنطقة ثم انهار ليكمل اتجاهه الهابط. اوكي، يعني بهي المنطقة أنا عندي market structure shift أو change of character. طيب، السعر صعد في قوة بهي المنطقة، رجع اختبر ال order block بهي المنطقة، تمام يا اخوان، وانفجر السعر. بعد ما انفجر السعر أنا هون بدي أبحث عن نقطة دخول. طبعا OTE مو واضح عندي كتير، في شوية يعني في عندي fair value gap نعم، ولكن غير كافي لنفسه. يعني اوردر بلوك ممكن بهي المنطقة ما يوصل له السعر. شو عندي انا يأكد لي الدخول؟ عندي هو البي بي ار. ليكو يا اخوان، خليني انزل لكم هدول اوضح لكم وين البي بي ار اللي بقصده. طبعا هذا هو الماركت ستراكشر شيف. شوفوا يا اخوان، خليني احط لكم اياه. اوكي، البي بي ار، اوكي تمام. ليكو يا اخوان، شايفين عندي نزول قوي مع انه انا عندي تصحيح باتجاه صاعد، ثم بعد ما ضرب سيوله تعتبر هي الشمع، تمام، ضرب سيوله انا بعتبره لانه احنا فريم الديلي، فبالفريمات الاصغر اكيد كان في يوم ضرب سيوله، ثم صعود انفجار شكل لي اوردر بلوك وصعد السعر. احنا بنعرف انه مو بالغالب بيوصل السعر. طب وين بدي ابحث عن نقطه ادخل فيها انا؟ عندي نقطة الـ BPR بهي المنطقة، بعرف انه نقطة جدا قوية للسعر ممكن يصعد منها السعر. اوكي، واخذ منها اهداف جميلة جدا مثل ما شايفين. يعني مثلا لو انا دخلت بهي المنطقة شفت فريم صغير مثلا في دخول جميل ايا كان، مثلا اعطيت السعر مجاله، يعني كان اعطاني جدا ربح حلو. كذلك الامر عندي مناطق الـ PPR ممكن تكون مخفية، تمام، يعني مثل هون، تمام يا اخوان، هذه المنطقة مخفية. كذلك الامر شوفوا يا اخوان، اخذت السيولة اللي هون، هاي السيولة واضحة، وعندي هون سيولة، هاي اخر سيولة تم اخذها، اخذ السعر ثم انطلق بقوة جدا قوية. طيب انا بدي النقطة الافضل الامثل اللي اخذ منها، تمام، وقت بشوف السعر ارتد. طيب يعني على اي اساس اخذ من السعر؟ يعني هل هون في شيء رد السعر منطقيا؟
ما في هذا void. تمام، ممكن اشرح لكم درس ثاني void. يعني ممكن هون عندي سيولة، ما في شيء منطقي يرد السحب بكل هالمناطق، بس لما شفت هذا الارتداد وهذا الكسر، اوكي في شيء رد السعر. شو هو؟ البي بي ار. شوفوا قد ايه مر عليه، اخر شيء رد السعر، ضربه بزيل، ثم صعد السعر. طبعا بهي المنطقه غير كافيه لي لادخل لحتى يصير عندي الماركت ستراكشر شيفت، لحتى انا ادور على الدخول الامثل لإلي. طبعا انا ممكن يكون عندي دخول من الاوردر بلوكات، انا ماني ضدكم، يعني حتى عندي انقافه. طب بس انا ما لحقت، هل يا ترى بروح علي الفرصه؟ يعني ممكن السعر ما يرجع لهي المنطقة بشهور، خصوصا على فريم ديلي، ممكن خلاص راحت. فلا، انا بضل ببحث، او ممكن يكون تعزيز. انا دخلت من هي المنطقة وشفت الكسر وشفت البي بي ار، ممكن ارجع ادخل واعزز مراكزي بقوة. بتمنى الشرح ما يكون صعب عليكم، بسيط. طبعا البي بي ار هو مجرد شيء مساعد ممكن تضيفه لتأكيداتك على الدخول. كان معكم احمد و